أتحدث في هذا اللقاء الأخوي بخلاف كل المحاضرات التي تكون على هذه المنصة وغيرها من المنصات. سأتحدث عن ذكرى إعدام هذا الرجل البطل التي عايشناها وحفرت في ذاكرتنا منذ كنا أطفالا. هذه الذكرى كانت تختلف عن كل الذكريات. أتذكر ذلك اليوم ولا زال محفورا في ذاكرتي ولا أكاد أنساه ما حييت. 22 سنة مرت من اليوم الذي أعدم فيه هذا الشهيد البطل، ولكني أتذكر تفاصيل ذلك اليوم لأثرها في نفسي وأثرها في نفس شعوب أبناء الشعب البحريني. أتذكر يوم 26 من مارس 1996، كان يوما عاديا. اتجهنا في صباح ذلك اليوم إلى المدرسة. أتذكر أننا وصلنا إلى باب المدرسة في الساعة 6:45 صباحا، واتجهنا إلى الأسواق من أجل أن نشتري بعض الإفطار قبل أن ندخل إلى المدرسة. فوجدت الصحف الرسمية كانت معلقة وعليها مكتوب بالخط العريض باللون الأحمر: تم تنفيذ حكم الإعدام في قاتل العريف إبراهيم السعيدي صباح هذا اليوم في فجر هذا اليوم في وزارة الداخلية القلعة. تم تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص. ارتبكنا، كان هذا الخبر كالصاعقة. تاريخ البحرين ما كان في حكم الإعدام، ما كان ينفذ حكم الإعدام في البحرين، هذا كان أول حكم إعدام ينفذ في البحرين. لذلك كان تأثير هذا التنفيذ وهذه الجريمة النكراء على أبناء شعب البحرين كان أثرها كبير جدا وكالصاعقة على نفوسنا ونفوس أبناء الشعب البحريني. لم نكن نعلم ماذا يجب علينا أن نفعل. أتذكر في تلك الأيام كنا نقرأ على الجدران مكتوب: قسما قسما عيسى قنبر أن أعدم تجري أنهار من دم. كان هذا الشعار دائما يكتب على الجدران. وأعدم الشهيد، لا نعرف ماذا سيجري بعد ذلك. لذلك رجعنا إلى المدرسة، كنا صغار في ذلك الوقت، كان عمري 13 سنة. رجعنا المدرسة، بدأت تجمعات صغيرة في داخل المدرسة، شعرت الإدارة بأن هناك احتمال أن تتحول إلى تظاهرات واحتجاجات وغضب، فجاءت الإدارة وفتحت أبواب المدارس وجعلتنا نعود إلى بيوتنا. لم يكن هذا حال مدرستنا فقط، بل هذا حال كل المدارس في البحرين. فتحوا أبواب المدارس ودعونا وتركونا أن نرجع إلى بيوتنا. في ذلك اليوم خرجت التظاهرات وعمت التظاهرات في كل البحرين. بدأت التظاهرات من قرية إلى قرية، من قرية إلى قرية، واشتعلت البحرين عن بكرة أبيها في التظاهرات. شكل الخبر صدمة كبيرة جدا. نحن في ذلك العمر تولدت لدينا تساؤلات كثيرة: لماذا يعدم عيسى قنبر؟ ألم يكون هناك عقاب آخر غير حكم الإعدام؟ ولماذا ينفذ بهذه الطريقة؟ أسئلة كثيرة كانت تجول في خاطري وفي ذهني. ولكن هذه الحادثة، حادثة الإعدام، دفعتني وأنا ذو 13 عاما، ودفعت كثير من الشباب إلى أن ينضموا في الحراك وأن يفعلوا حراكهم الاحتجاجي في البحرين. انخرطنا في الحراك بشكل كبير وواسع، بدأنا نشارك في كل الاحتجاجات، في كل التظاهرات، في المدرسة، في القرية، في القرى المجاورة بشكل كبير جدا، إلى أن أدى ذلك لاعتقالي في عام 1998.
كان عمري حينها 15 سنة. أدخلونا السجن، ومن خير الصدف أن كان معي في نفس السجن الأخ الأصغر للشهيد عيسى قنبر، وهو علي قنبر فرج الله عنه، الآن هو معتقل مصاب بمرض السرطان في داخل السجن، الله يفرج عنه إن شاء الله. في السجن أول ما دخلنا كنا صغار، كان علي قنبر أخي الشهيد عيسى قنبر يتميز بحسن الأخلاق، وكان دائما يداوم على تلاوة القرآن، ودائما يداوم على صلوات المستحبة. نحن كنا أطفال صغار، هو كان يهتم بنا ويعلمنا تجويد القرآن، ويعلمنا تلاوة القرآن، ويعلمنا تفسير القرآن. لفت انتباهي حينما يفتح القرآن، كانت صورة الشهيد عيسى قنبر هي الموجودة في العلامة لأين وصل تلاوة القرآن. فكانت لدي الأسئلة حاضرة، الأسئلة التي رغبتني في السؤال عن شخصية الشهيد عيسى قنبر كانت حاضرة في ذهني، فكنت أتحين الفرصة لسؤال علي قنبر عن الشهيد عيسى قنبر، إلى أن في الذكرى الثالثة لإعدام الشهيد في 26/3/1999 أقمنا حفلا تأبينيا في داخل السجن للشهيد عيسى قنبر، وقد شارك في ذلك الحفل أخ الشهيد وهو علي قنبر وأصدقاء الشهيد من منطقة النوادرات، وبعض أصدقاء الشهيد الذين كانوا مع الشهيد عيسى قنبر في سجن جو، بعضهم كانوا مع الشهيد في سجن جو وأفرج عنهم واعتقلوا مرة أخرى وكانوا معنا في داخل السجن. فذاك التأبين الذي أقيم في تاريخ 26 مارس 1999 أذكره بتفاصيله إلى هذا اليوم، لأنها أسئلة كانت حاضرة في ذهني وكنت أبحث عن أجوبة لها. ففي هذا الحفل أجيب على كثير من التساؤلات عن شخصية الشهيد عيسى قنبر، لذلك أنا أحببت اليوم أن أنقل لكم هذه الأحداث التي ذكرت في ذلك التابين في هذا التابين. في البداية تناولوا شخصية الشهيد، حيث أن الشهيد عيسى قنبر كان يتميز بالشجاعة والإقدام والمبادرة. الشهيد عيسى قنبر عندما يفكر في شيء، عندما يخطط إلى شيء، عندما يقرر في شيء، مباشرة يقدم عليه، لم يكن يتردد، لم يكن يعيش القلق أو الخوف، أو بالعكس كان شجاعا مقداما. لذلك في قضية العريف إبراهيم السعيدي، هو عندما خطط إليها أقدم عليها مباشرة، لم يكن يعيش التردد والقلق والخوف من عواقب هذا الأمر. فبعد أن قام الشهيد بالتخطيط إلى عملية اغتيال هذا العميل المرتزق المجرم إبراهيم السعيدي، قام بتنفيذها مع مجموعة من أصدقائه، و أخذ سيارته وسافر إلى الإمارات بشكل مستعجل. عندما وصل إلى الإمارات، بيت أخته كان في الإمارات، اتصل إلى بيتهم فسأل عائلته، قالوا له بأن منطقة النويدرات أصبحت فارغة من الرجال ولا يوجد فيها إلا الأطفال والنساء، لأن بعد أن عرفت وزارة الداخلية بمقتل هذا المجرم قامت بتمشيط منطقة النويدرات بشكل كامل. في فترة التسعينات كان عملية التمشيط تبدأ، يدخلون بيت بيت وكلما يجدون شابا أو رجلا يعتقلوه. كان أذكر حينما يدخلون البيت ويفتشوه ويأخذون الرجال اللي فيه، يضعون علامة إكس على باب البيت، بمعنى هذا البيت مشطناه خلاص، بعد ما في رجال، وكانوا ينتقلون من بيت إلى بيت ويعتقلون كل الرجال الموجودين في المنطقة. فاتصلوا هو اتصل بعائلته فأخبروه بأن اليوم قرية النويدرات لا يوجد فيها رجال، بعد اليوم النويدرات فقط أطفال ونساء. هذا الأمر حرك غيرة الشهيد، فدفعه إلى أن
يشغل سيارته ويرجع إلى البحرين في جسر البحرين والسعودية. بعد ما الشيخ النمر صار، ها، جسر الشيخ النمر. في الجسر قبضوا عليه، اعتقلوه، أخذوه إلى التحقيقات. أول ما دخلوه إلى التحقيقات أرادوا يحققوا، قال لا، أنا الذي قتلت السعيدي وكل هؤلاء أبرياء، أنا أتحمل كامل المسؤولية. فمباشرة تحمل القضية بأكملها وأراد أن يخلص بقية الإخوة اللي كانوا معه في القضية. كان من المقرر أن يحكم بالإعدام 3 أشخاص: الشهيد عيسى قنبر، والأخ المجاهد محمد خاتم، والأخ جاسم من منطقة سلماباد. ولكن الشهيد عيسى قنبر تحمل القضية بأكملها، وهو تصدى بأنه هو عمل كل تفاصيل القضية لكي يخرج ويسقط الآخرين من قضية الإعدام، وهكذا حصل. هو تحمل القضية وحكم هو بالإعدام، والإخوة حكموا بالمؤبد. من النقاط التي ذكرت أذكرها في ذلك اليوم هو عندما حصلت جلسة المحاكمة، أخذوا الشهيد ورفاقه معنا. أبو عبد الله هو من الذين كانوا مع الشهيد في قضيته، فأخذوهم إلى المحكمة. وعندما صدر الحكم بالإعدام رميا بالرصاص، هتف الشهيد عيسى قنبر في وجه القاضي بالتكبير، كبر الشهيد، فكبر رفاق الشهيد، وضجت المحكمة بالتكبير. فبدأ الشهيد يهتف بهذه الكلمة التي سمعناها قبل قليل، وهي كلمة مأثورة عن سيد عباس الموسوي، قال: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر. فتدخل المرتزقة من أجل قمع المعتقلين في داخل المحكمة، فضربوهم ضربا مبرحا داخل المحكمة. نقل لي أحدهم قال: كانوا يسعون لإنزال الشهيد عيسى قنبر ليضعوا رأسه بالأرض، ضربوه ضربا ولكنهم لم يستطيعوا أن ينزلوا رأس الشهيد ويضعوه بالأرض، كان يرفض وكان يقاومهم ولم يستطيعوا أن يضعوا رأسه كعلامة لإذلال الشهيد على الأرض. بعد ذلك ينقل لي أخ الشهيد اللي هو علي قنبر، كان في سجن القلعة، في المخابرات في سجن القلعة، يقول: كنا في داخل الزنزانة، وكان عادة إذا هناك حصل حدث أو شيء يريدون أن يخبرون به يضربون على الجدار، فعندما يضربون الجدار نحن نطل من فتحات الصغيرة الموجودة في باب الزنزانة لنشاهد الحدث ماذا يجري في الخارج. يقول: في يوم المحاكمة عندما رجع المعتقلين من المحاكمة بدأ الشباب يضربون الجدار، اتجهت أشاهد من فتحة الجدار، وجدت الشباب يدخلون، ووجدت الشهيد عيسى كان فرحا مسرورا مستبشرا، حتى أني ظننت أن الشهيد خرج براءة من القضية من شدة البسمة والفرح الذي كان عليه الشهيد عيسى قنبر. يقول: أنا ظننت أن الشهيد قد خرج وحكم عليه بالبراءة. بعد ساعات أخذوا الشهيد وأخذوا من معه وأغراضهم وخرجوا بهم. يقول: أنا ظننت أنه أفرجوا عنهم. بعد أيام كان له زيارة، عرف أن الشهيد قد حكم بالإعدام وأنه نقل إلى سجن جو المركزي. في سجن جو المركزي كان معنا أحد الإخوة الذين عايشوا الشهيد ولازموه في داخل السجن. يقول: كان الشهيد قضى عاما كاملا من تاريخ 25/3 مارس 1995 إلى 26/3/1996 قضاها ضاحكا مازحا مستبشرا، بل كان يخاطب رفاقه في السجن بأنه: لا تدعوا لي بالخلاص، بل ادعوا لي بالشهادة، الذي يحبني عليه أن يدعو لي بالشهادة ولا يدعو لي بالخلاص من السجن. وكان دائما
مبتهجا فرحا مسرورا حتى جاء يوم الإعدام. قبل يوم الإعدام حصلت حادثة أنقلها، بعد ذلك أنتقل إلى يوم الإعدام. في مرة من المرات أحد المعتقلين ألقى قصيدة حماسية كانت ضد النظام في داخل السجن، فتحمس المساجين فكبروا، كبر العنبر، سمع العنبر الذي بجوارهم فكبروا، سمع الذي في جوارهم فكبروا، فحصل مثل الانتفاضة في داخل السجن. فجلبوا المرتزقة وبدأوا يدخلون زنزانة زنزانة ويهجمون على المعتقلين ويضربونهم ضربا مبرحا. عندما يدخلوا الزنزانة يضربون المعتقلين ضربا بحيث لا يستطيعون الحركة، نقول خلونهم خلقة ويمشون من عندهم. فبدأوا ينتقلون من زنزانة إلى زنزانة إلى أن وصلوا إلى الزنزانة التي فيها الشهيد عيسى قنبر. كان الزنزانة اللي فيها الشهيد عيسى قنبر كان هو والأخ المجاهد محمد خاتم والأخ جاسم الذي كان رفيقا لهم وملازما لهم. كان في الزنزانة ثلاثة أشخاص، الشهيد عيسى قنبر، كان يوجد هناك زجاجة قنينة أخذها وكسر القاع قاعتها ووقف بجنب الباب. فبدأوا إلى أن وصلوا إلى زنزانتهم، فتحوا الزنزانة، أرادوا أن ينهالوا عليهم بالضرب، وقف لهم عيسى قال الذي يريد أن يلتحق بالسعيدي ما عليه إلا أن يتقدم خطوتين. محمد خاتم عمل نفسه، جاسم عمل نفسه، وقفوا ثلاثتهم أمام هذا الباب، فبدأوا يهددون ويرعدون بأنه سوف نعاقبكم سوف. قال أنا لا يوجد عندي ما أخسر، الذي يريد أن يلتحق بالسعيدي ما عليه إلا أن يتقدم خطوتين وسألحقه بالسعيدي، أنا محكوم بالإعدام وسينفذ فيه حكم الإعدام قريبا، لا أخاف من أي شيء. هذا الأمر جعل الضباط يخافون ويرتعدون وجعل الشرطة يخافون ويرتعدون، مما أدى إلى أنه من زنزانة الشهيد عيسى قنبر فما بعد ولا واحد انضرب. بدأوا يزورون الزنزانات فقط يصرخون عليهم ويرحلون، ولكن ما ضربوا أي واحد من زنزانة الشهيد عيسى قنبر فما بعد، ما ضربوهم. في يوم الشهادة أو يوم الإعدام في 25/3/1996 كانوا يعرفون إذا جاءوا وأخذوا الشاب عيسى قنبر من السجن بشكل علني وأخبرهم أنه للإعدام قد يشكل ذلك ثورة وغضب داخل السجن وقد يسبب مشاكل في داخل السجن، لذلك عملوا بخطة. هذه الخطة كالتالي: جاءوا نادوا بعض المساجين وكان هناك إجراءات إدارية يجب عليهم أن يجرونها في داخل مكاتب الإدارة، نادوا فلان 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 إلى أن وصلوا إلى عيسى، نادوا عيسى، نادوا كم شخص بعد عيسى، كانوا يخرجونهم يأخذونهم إلى الإدارة إلا عيسى أخذوه إلى مكان آخر. عاد جميع المعتقلين إلا عيسى، عيسى لم يعود. في الخارج اتصلوا بعائلة الشهيد واستدعوا والد الشهيد وأخ الشهيد الأكبر عبد النبي، استدعوهم إلى مركز الشرطة في منطقة الوسطى في الساعة 11 ليلا، وهناك أخبروهم بنيتهم الإقدام على إعدام الشهيد عيسى قنبر، واحتجزوهم عندهم لكي لا يخرج الخبر خارج السيطرة وينتشر بين الناس. في فجر 26 مارس يخبرني أحد الإخوة قال رأينا والد الشهيد وأخ الشهيد يمرون من أمام العنبر، لأن في العنبر في مركز الوسطى هناك قضبان، وبعد ذلك يعني الذي يمر خارج العنبر ممكن أن نراه. فيقول وجدنا والد الشهيد وأخ الشهيد يمرون وكانوا يبكون، فأخذوهم في فجر يوم 26 مارس ونقلوهم إلى مركز الحورة، ونقل الشهيد إلى مبنى القلعة
في المنامة في مبنى وزارة الداخلية القلعة في المنامة، وهناك نفذ حكم الإعدام تجاه السيد عيسى قنبر رميا بالرصاص. في الصباح نقلوا والد الشهيد وأخ الشهيد إلى مقبرة الحورة، وهناك تم تغسيل الشهيد من قبل العمال الباكستانيين الذين يعملون في مقبرة الحورة، ودفن قبل أن يدفن. فتحوا وجه الشهيد عيسى قنبر ليلقي نظرته الأخيرة عليه. كان والد الشهيد قلقا جدا، حيث أنه كان يقول بأن كنت أعيش القلق لأن ابني قد قتل شخصا، لا أعرف هل هناك مبرر شرعي لقتل هذا أو لا، كنت أنا أعيش القلق على ابني. ولكن حينما فتحوا لي عن وجه ابني وجدت ابني يبتسم، فأخذوا ودفنوا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وعمت التظاهرات في البحرين بشكل كبير جدا. إنما يميز الشهيد قنبر هو شجاعته ووضوح الرؤية لديه، فلم يكن شبح الإعدام يخيفه أبدا. الطواغيت والمجرمين يحاولون أن يرعبونا ويخيفونا بالقتل. الشهيد عيسى قنبر حول السلاح الذي لدى الطواغيت إلى سلاح عنده ضد الطواغيت. هو بدأ يركض للشهادة، هو بدأ يتسابق للشهادة، هو بدأ يقدم على الشهادة، لذلك هو أسقط السلاح من يد الطاغوت والمجرم. لذلك كان مقبلا على الموت بكل إقدام وسرور، لأنه كان يعلم أن الشهادة سعادة وأن الحياة مع الظالمين إلا برمى. بهذا الوعي وهذه البصيرة أسقط الشهيد قنبر كل أسلحة الخليفيين